بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بالشؤون الزراعية وخصوصا البيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن ظاهرة بتحدث لنبات الخيار، ألا وهي ظاهرة الإصفرار. في الحقيقة ظاهرة الإصفرار بتؤرق كتير من المهتمين بشؤون البيوت المحمية، فالنهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن الظاهرة دهيت وإيه الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى ظاهرة الإصفرار في نبات الخيار. أولا عشان أقدر أحدد المشكلة لازم الأول أحدد الإصفرار ده هو على أنه موضع من النبات. هل الإصفرار مثلا في القمة النامية؟ تمام. هل الإصفرار مثلا عام النبات كله؟ تمام، النبات كله كده. أو هل الإصفرار في الأوراق السفلية؟ دي هتفرق معانا كتير. تمام، فعشان طالما حضرتك حددت المكان بتاع الإصابة أو الإصفرار فهنقدر نحدد إلى حد ما أسباب الظاهرة أو الأسباب اللي أدت إلى الإصفرار ده هو إيه. تمام، فالإصفرار ده هو أسبابه ممكن يكون عوامل كتيرة يا جماعة. من أسباب الإصفرار إن هو ممكن يكون نقص عناصر أو يكون إصابة أكروسية أو ممكن يكون إصابة في الجذور نفسها أو ممكن يكون إصابة أو ممكن يكون بسبب عمليات الري مش مظبوط عندك، وخصوصا إنك وصلت بالنبات بتاعك إلى مرحلة الغدق أو إنك بتشبع النبات مية وخصوصا في فصل الشتاء. تمام، طيب الري يا جماعة قلنا لازم تحدد ظروفك من الري نفسه. تمام، قلنا ان الجذر زيه زي اي كائن حي والنبات زيه زي اي كائن حي بيتنفس تماما. تمام، بيتنفس تماما زيه زي اي كائن حي. شايف ديت انا جايبك لها مخصوص على فكرة، دي طفرة بقى، ديت ما هي مش مرض ولا اي حاجة، دي طفرة في النبات لونه كده. كنا زمان واحنا صغيرين بيضحكوا علينا لما نلاقيها في البرسيم وقول له بشرة خير. أهالينا الطيبين يعني بتوع زمان كان لما يشوفوا البرسيم ولا حاجة عامل كده أو فاصوليا ولا كده يقول لك دي بشرة خير. هي مش بشرة خير ولا حاجة. هي طفرة وراثية يعني ممكن تحصل في عود في البيت مثلا، ماشي، دي ما فيهاش مشكلة. بس أنا قصدت برضو إن أنا أجيبها عشان بس في ناس بتتكلم فيها كتير. فنرجع لموضوعنا وهو الإصفرار. قلنا بتحدد الموضع بتاعه بتاع الإصفرار، هل هو في القمة أو على النبات كله أو في الأوراق السفلية أو في أي مكان بالظبط، وعلى أساس التحديد ده هو هنوصل للنتيجة بسرعة كبيرة جدا يعني. تمام، فقلنا من المشاكل بتاعة الإصفرار ممكن يكون الري بتاعي. في ناس دقبت على اي حاجه تحصل، اصل ده نقص عنصر كذا، اصل ده نقص. يا جماعه هي الحياه كلها مش نقص عنصر، ولكن عايزين نشوف نقص العنصر ده وصل من نتيجه ايه. تمام، احنا متفقين ان الجدر قلت زيه زي اي كائن حي بيتنفس. اذا انت لو حطيت ميه كتير وخنقت الجدر ده هوت هتقل الكفاءه بتاعته في عمليه التنفس، وبالتالي لو قلت التنفس بتاعه هينعكس بالسلب على عمليه الابتيك او الامتصاص بتاع الجذر ده هوت. والجذر ده هو القاعده اساسا بتاعه النبات. لو في اي مشكله اعلم تماما انك انت مش هتعرف تكمل بالنبات بتاعك ده هوت. تمام،
فلو المية زادت يا جماعة ده معروف على طول، معروف ان ده بسبب ان الجدر اتخنق مني، وبالتالي الامتصاص بتاعه بقى قليل خالص، وبالتالي ممكن الامتصاص بتاعه بقى قليل، وبالتالي ممكن النبات ما يكملش حياته او بتظهر عليه اعراض الاصفرار، وده بيكون العرض كامل يا جماعة على النبات، مش لازم يكون اصفر اصفر، ولكن اللون يكون فيه اخضر فاتح قوي يعني، تمام، اذا لم تكن الصفة وراثية برضو في الصنف، لان في اصناف الخيار بيبقى لون الورقة نفسه ازرق، وفي اصناف خيار دي موجودة بيبقى اللون بتاعها فاتح، ودي على فكرة في كل الحاجة يعني، في صنف طماطم برضو بتلاقي اللون بتاعه ازرق غامق وفي لون فاتح، دي بتبقى صفة وراثية في الصنف. اما لو انت زرعت الصنف اكتر من مرة هتلاحظ فيه حاجة زي اللي انا بقول عليها دي. تبقى اول نقطة ناخد بالنا منها هي عملية الري. الري بتاعي يكون بحكمة، ما يكونش فيه زيادة او تهدير في مية الري، وبالتالي هتخلق لي نوع من الغدق او من التشبع في التربة، وبالتالي الخيار الجدر بتاع نبات الخيار هبص الاقي ان هو مش قادر يمتص نتيجة ان هو مخنوق من كتر المية بتاعته. دي ممكن يكون سبب من اسباب ظاهرة الاصفرار في نبات الخيار. السبب الثاني ممكن يكون يا جماعة لو الأوراق السفلية مثلا، ممكن ده يكون الورقة نفسها وصلت إلى مرحلة الشيخوخة، تمام، يعني الورقة ديت مثلا دي ورثت خلاص مرحلة الشيخوخة. ليه؟ لأن أنا جمعت أساسا اللي عليها وابتدت تبقى عبء على النبات بتاعي. النبات من فوق زي الفل، بس هي دي تحت في النبات اهيت، يعني ورقة زي ده اهيت الى حد ما، ماشي، دي وصلت بس لمرحلة الشيخوخة خلاص، ما عادش تزعلني في حاجة يعني، فهمني، دي الورقة دي تحت، تمام، وما عادش تزعلني في حاجة، دي وصلت مرحلة الشيخوخة، دي امر طبيعي جدا. النبات شأنه شأن الإنسان، شأنه شأن أي حاجة، مجرد الورقة ما وصلت الشيخوخة خلاص، ها، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمان، أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح إيه، فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، تمام. فأنت عندك أصلا طالما وصلت هي لمرحلة الشيخوخة خلاص أصبح هشيما تزروه الرياح، ما دي طبيعي جدا جدا جدا، فديا ما تزعلكش، تمام، طالما جمعت الثمرة بتاعتها أصبحت عبء على النبات، شيلها وريح دماغك منها، لأن الورقة كل ما كبرت في السن شأنها شأن الإنسان، شأن الحيوان، شأن أي حاجة، كل ما كبر في السن كل المشاكل الصحية بتاعته ما هتزيد، وهتلاقي فيه أعراض مرضية كتير بتظهر على الورقة دهيت، فأحسن حاجة لحضرتك تشيلها وتتخلص منها تماما، تمام. يبقى دي تاني حالة من حالات الإصفرار، إن هو ممكن يكون تحت. ممكن يكون الاصفرار هنا على القمة النامية، وارد جدا، طالما على القمة النامية يعني احنا ما بنجزمش، بس دائما وابدا العناصر الصغرى بتكون ضعيفة الحركة، فاول ظهور لها بيبقى على القمة النامية، وخصوصا عنصر الحديد يظهر لي هنا، فبتلاقي القمة النامية ابتدت تصفر، والسلميات عندك هتلاقيها بقت تبقى قصيرة، ما تطولش، قصيرة قصيرة يعني مش بالمنظر ده هو، فاعرف دي ان ده عنصر الزنك ابتدى يحصل النقص بتاعه، تمام، دي السبب اللي هو ممكن يكون. طب في الحالة دي تعمل ايه؟ ترش ورقي على طول، ترش ورقي على طول، ما تستناش، ليه؟ ما تحاولش تتعب نفسك وتحط لي ارضي والكلام ده، حتى لو صورة ايدها ولا ايديتا ولا صلفة، سلفات حديدوس او سلفات منجنيز او سلفات زنك، لا، رش على طول بشيء مخلب على احماض امينيه، عناصر صغرى مخمضه على احماض امينيه، عشان تجيب لك نتيجه سريعه، لان الخيار نفسه سريع، مش هينتظرك انك انت تي ان انت ت ان هو مش هينتظرك انك انت تضيف له اضافه ارضيه وبعد كده بقى الايه الاضافات الارضيه ديت يبدا يمتصها النبات وتبدا تتمثل جوه النبات وتبدا تظهر اختفاء النقص من على النبات نفسه، تمام.
ممكن فده عنصر الحديد عموما يعني تمام. نحاول نرش ونرش عناصر صغرى مقلبة وعشان نلحق، لأن المحصول زي ما قلت لحضراتكم سريع جدا تمام. بعد كده ممكن يكون النقص اللي عندي على النبات كله وعلى الثمار كمان، وده هو بيكون اللون بتاع الـ الـ النبات شاحب كله، وحتى الثمرة بتلاقي اللون بتاعها شاحب ومش مد الزرع، لأن دايما ثمرة الخير بتبقى لونها أزرق، فتلاقي اللون بتاع الثمرة نفسها فاتح، فده اعرف تماما ان ده هو بيبقى بسبب نقص الازوت، وطبعا ده بيكون عام النبات كله. خد بال حضرتك، القصه مش قصه انك انت بتضيف العنصر، القصه انك ممكن تضيف العنصر اساسا ونتيجه المشاكل الارضيه كارتفاع للبي اتش، كالملوحه مش مظبوطه، ان كان في ميه الري ولا ان كان في البيت المحمي، وبالتالي بيحصل لك مشكله. المشكله بتتلخص في ايه؟ في ان العناصر دي بتتحول من الصوره الميسره اللي انت اضفتها الى صورة غير ميسرة، ودي طبعا بتبقى اشكالية جامدة جدا 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 تمام. من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب لي عملية الاصفرار، ان هو ممكن يكون عندي عرض مرضي. زي ايه يا جماعة؟ زي مثلا العناكب مثلا هتصيب النبات. قلنا العناكب دايما لما بتصيب النبات تمام بتمتص لي العصارة اللي هي في النبات، والعصارة ده هي اللي بتبرز لي اللون الأخضر اللي انت بتشوفه اللي هو عبارة عن صبغات الكلوروفيل. فلما بتمص العصارة ده هي تمام بيصبح اللون أصفر وباهت، زي الإنسان قلنا اللي بيكون عنده نقص الحديد أو الأنيميا الحادة، بتلاقي لون البشرة بتاعته مش طبيعي، لا هو أسمر ولا هو أبيض ولا حاجة، ولكن بتلاقيه أصفر فاتح، وتلاقي عنده هزلان كده، وهو نفسه مش وصحيا مش مظبوط. فدي ممكن يكون بسبب القصة دي. الإصابات برضو لاحظ حضرتك كل الأسباب اللي بنقولها لو المزارع خدها في الحسبان صدقني هتكفيك شر مشاكل كتير. شر مشاكل كتير زي إيه؟ شر مشاكل كتير زي التنفيل بتاع الأزهار تقريبا، يعني في عوامل مشتركة كتير ما بينه وبين عملية الإصفرار في نبات الخيار تمام. ممكن يكون الثقيبة المصة تعمل لي برضو المشاكل، نفس المشاكل بتاعة نبات الخيار ممكن هتعملها لي الثقيبة المصة، زي إصابات الجسد والعنكبوت الجسد والمن والذبابة البيضة، هتعمل لي نفس المشاكل برضو اللي احنا بنتكلم عليها ده هي تمام. فقلنا ممكن يكون الاصفرار سببه عرض مرضي. ممكن الاصفرار يا جماعة يكون سببه نقص عنصر المغنيسيوم، لأن أساسا اللي بيدخل في تركيب الكلوروفيل هو جزيء المغنيسيوم وجزيء الكبريت، فبالتالي أي نقص فيهم بيبرز لي أعراض على أعراض اصفرار على النبات بتاع الخيار تمام. بس نقص المغنيسيوم طبعا ما بيبقاش في القمة النامية، الحديد اللي هو بيبقى دايما نقصه في القمة النامية تمام. ممكن يا جماعة يكون سبب الاصفرار عندي يكون بسبب الملوحة أو مية، إن كانت في التربة أو في مية الري، ممكن يكون ده سبب من أسباب عملية الاصفرار في نبات الخيار تمام. فالملوحة برضو شأنها شأن أي مشكل عائق للنبات، لأن هي بتعمل لي السولت دامج أو الضرر الملحي، فبيصيبني برضو
قلة الامتصاص أو النبات بيبقى يصعب عليه إن هو يمتص العناصر الغذائية بتاعته كاملة من النبات نتيجة ارتفاع زي ما قلت قبل كده الضغط الأسموزي، تمام، وإن النبات مش قادر يمتص الاحتياجات بتاعت النمو الخضري اللي فوق بتاعه، تمام. قلت برضو من ضمن الأسباب إن هو ممكن يكون حاجة زي النيماتودة، ودي طبعا بتبقى ظاهرة جدا لكل الناس، وزي ما حضرتك عارف النيماتودة طبعا بتعمل على تحلل الجدر وإقامة تعقدات عليه وتلف الجدر تماما، وبالتالي لما بيتلف الجدر بتقل السعة الامتصاصية بتاعته، وبالتالي النبات ما بيلاقيش احتياجاته من العناصر، فبالتالي بتبص تلاقيه أدى اللون الأصفر الغير طبيعي، تمام. دي كانت ملاحظاتي على الاصفرار على نبات الخيار. ممكن برضو من ضمن الحاجات دي اللي الإضاءة عندك في البيت ما تكونش كويسة، وبالتالي وخصوصا في الشتاء، وبالتالي برضو النبات بيدخل في ان هو ما بيلاقيش الإضاءة الكافية ان هي تعمل له عملية التمثيل الضوئي، وبالتالي بيظهر الأعراض بتاعت الإصفرار على النبات بتاع الخيار. فلازم نحل المشاكل دهيا، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله تعالى الدنيا معاك هتبقى كويسة. يعني ممكن تغسل البيت بتاعك في الموسم أو خلال الموسم، ممكن تغسل مرتين وثلاثة، مش هتفرق معاك في كتير يعني، أو بعد كل موجة هبوب رياح وتحس إن في ترابة جت على البلاستيك بتاعك أو الفايبر ممكن تغسلها، ما فيش أي مشكلة خالص يعني، إذا كانت دي فيها منفعة للزرع ومنفعة ليك طبعا في الآخر، تمام. بنبه برضو يا جماعة على عملية الإصفرار، خد بال سيادتك الورق القديم دايما بيكون أزرق وكويس وتمام، الورق الحديث طبيعي إن هو يكون أصفر، بس مش أصفر يعني اللون الأخضر الفاتح اللي هي في القمة النامية، 3-4 سلميات اللي بيبقوا لسه إيه، لسه جداد، دول ما تخافش منهم، ده أمر طبيعي جدا. أنا كل كلامي على النباتات الأوراق اللي هي تحت، او النباتات اللي هي اكتمل عمرها الفسيولوجي، فبالتالي دي اللي انا بقصدها وبتكلم عليها، تمام. ده كانت ملاحظاتي عن الاصفرار في نبات الخيار، وتحت امركم في اي حاجة انتم تكونوا محتاجينها راسلوني على الواتس اللي هو 010-1674-51. إذا كنت في دولة تانية مثلا، أعتقد أن أنا عامله كده بصراحة، مش حاطط مفتاح مصر بس مش عارف يعني بصراحة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم رجب الشبراوي، شكرا لكم وإلى اللقاء.